مبارك النجاح. الله يعطيك العافيه. ام نجاح انت شنو ارمله؟ اي والله ارمله. كم يتيم عندك؟ عندي خمسه. خمسه؟ اي اثنين بنات وثلاث مدارس؟ اي بالمدارس كلهم. ياسر بس الخامسه مو بالمدارس. ياسر ياسر. بالاول متوسط ثلاثه. ايه الولد والبنت لا السادس علمي. السادس علمي؟ اي. هاي السادس هذا علمي؟ اي السادس علمي. زين هاي خصها شنو ولادي؟ اي ولادي. ولادي. اي. بياسر توفى ابوه؟ تقريبا تسعه. تسعه سنه، شنو سوى فاتن؟ عجز كليه، كله احنا وراثيه هسه حتى بولده. ايوه انا بيه. هسه ماكو فقر الدم قالوا انت على الحافه يعني هسه. قبل يصير عده عجز كليه. زين والبقيه والجيران ما تعرف؟ والله الجيران هم يعانون بس انا ما مراجع بيهم الجيران. الطبيب تدري بي ابو الكلى من تمشي له يعني يرحمك امشي للمستشفى كل ما يصير عندهم اعراض امشي للمستشفى. ام نجاح خلينا اول شيء انت ما عندك فتره حفه في الشهر تشتغلين في البيت انت بس ساعات ايش فيها؟ لا والله ما عندي بس هذا راتبه معاه. تجاوز تجاوز اي كم غرفه بي؟ ها كم غرفه بي هذا؟ هذا غرفه وصاله. غرفه وصاله اي. زين انت راتب رعايه قلت عندي ها؟ عندك راتب رعايه؟ اي راتب رعايه. زين انت شنو محتاج؟ والله محتاج في الحاجه هاي شفتوها انتم تعبانه حيل. ايه وصوبه محتاجه وغساله. ايه زين غساله ايش بيها؟ غساله والله لزمتها وايست منها مرتين ماطورها قام وبعتها على هذا اللي يمشي يدور منه. بعدين 5000 صوب ما عندي هذا المكان شوف ما عندي هذا المكان يعني زاد انا قاعد هنا لا اشوف اشوف هاي تبعكم بشوف السيراميك هذا تدقيته ها ايوه زين قلت انت ما عندك واحد معوض ما عندك واحد لا ما عندي بس هاي الخرسه بس هاي الخرسه الفلاش شلون؟ هاي الفلاش والله ما تشتغل بالصيف اصلا ما تشتغل ولا تبرد زي ما صلحتيها ما بس مخاذه وديتها للتصليح شو ما صلحها يعني هم نفس الحاله بقت خير ان شاء الله شوفون حالتك وان شاء الله الله يعطيكم العافيه.